دارت لي شي 20 يوم وعودتها لي في رمضان دابا من هاد الحد اللي فات. ما كتشاور تقول لي في الغدا، ما تقول لي في الخدامه، ما تقول لي تعادة من الثلاثات شي. علاش؟ قالت لي شوف انتوما علاش واش ما بقاش فيها الحال حيت نهار مشات عند ولدها وما خليتيهاش وما دويتش معاها استاذه، ما دويتش معاها حيت قلتي لها مشيتي تصليحات. ما دويت معاها، قالت لي امها امي مريضه غادي نمشي نشوفها. مشات تشوف امها، الدري هذا الدري الصغير اللي شفتو بدا يبكي، لحقتو عليها لقيت امها صحيحه وهي باركة تريش في الجيش. قلت لها ما بقى لا مرض لا والو، السيده تبدلت. دا جيت بحال هكا خليتها تما، خليت الدري، جيت بغاو يشدوني البيت، ما بغيت، ما كنبغيش البيت عاد شعاد. جيت بحالاتي، جيت نعيط لها، قال لك انا مرتك راه ما عاد فين مشات، خلوني نعيط هكا، نعيط نوضوا فيا حال بابوش في دار عبوش. وإلا كان بحال هاد الشيء، الصراحة نقول لك الصراحة، إلا كان هاد الشيء سيادتكم شو لي شي حل مع هاد السيدة بلا ما نرتكب شي جريمة، ولا لاقوني مع شي جمعية ويديروا لي حل معاها. راه كلشي راه الكوميسيرية الوالدة عيلاتي ما مشيتش على قبل هذاك الإهمال، وهاي ديال الضرب والجرح. كيفاش ضربوا الجرح؟ هذه كان دفع لي ولدها، كان تيتش مكر ودفع لي البال، وبقاو يطلبوا فيا الناس وما تلاش درتو. ولدها من راجل الاول، ولدها هذا اللي قلت لكم كتمشي عنده. ودابا انت يا كنقول لها هاد الفلوس فين كديرها؟ قالت لك اعطيني 30000 ريال. قلت لها منين جاتني؟ وانا شاد شحال كتجيني يا استاذه؟ 18000 ريال. واش 18000 ريال اش دير؟ شر اش دير؟ تخلص الماء، تخلص الضوء، تخلص تاكل منها، تشرب منها، تكسى منها، كي غدير بها؟ انا نبرك معايا ولدي نجري عليه؟ اما تولي لي دابا مهليه فيا، واش نوض انا نطيب؟ راه اللي اقتضى الحال كان نصوب نعاون، واني هاد الشيء راه بزاف عليا. انا هاد السيده خايبه باش تكون معايا، مش تنوض ضدي. وتولى ولدها مجوج ووالد، ونادت هي تزيد تبيع في الخلاوات ملي تدوم عاد تقول لي شغلي هذا. وما نكذبش عليكم، راه قلت لها ملي ما بغيتيش تجي، قال لي يومين ولا ثلاث ايام ما بغيتيش تجي، واش انا خايدك ولا خايدينك اخرين؟ ما بغيتيش تلاقي معايا؟ ما بغيتيني ما تليش حاملاني؟ ملي ولات تقول لي مالي كاينه انا، تمالي كاينه انا، انت سير دبر على راسك. هادي بقات بقات ديرها في بالك هادي. ولا كان هادشي راه عطا الله ما يدار. انا راه كتلاقيت معاكم هاد الساعه المباركه، اما راك غادي نمشي نديكلاري في الكوميسيريا ونجيب ديكلاراسيون ونديرو في جيبي ونخليها تا تنشاطو وتسالي، نعدوك الحباب اللي كتمشي عندهم مدصرينها، نقلبها نهرسها نفلعصها من يديها ومن رجلها، واللي عطى اللي قسم الله هي اللي غتكون، وما تبقاش عليا هاد الدصارة هادي. ولكن لا الوالد، راه كاين القانون، كاين القانون الوالد، علاش غتوصلوا لهذا الشيء؟ وين علاش هذا الشيء يا شريفه؟ علاش هذا الشيء؟ علاش بغيت نعرف علاش؟ راه هذا الشيء علاش عيطت عليكم باش نستاشر معاكم؟ تبارك الله، انتم 24 سنه ديال العشره مش كشومه تجيبك حتى الاخر. دابا العواش كون ما كانش العواش والله ما ندوي، واش نوض انا نطيب السحور؟ هاد الطحا ديال مشا نتقدا، كانت معانا المسائل معايا، واني السيدة ركلت. امتى تبدلت عليك؟ راه عام وصف ملي ولدها تزوج، قلت لها ما يسكنش معايا ولا كتر. راه ولد راه تا هو مصوت مرتو جاري عليها، انا ماشي شغلي في هادوك، حيت ولدها البارح عيط عليها قال لها هتجي راه روح غدا طيح، طفات عليه التليفون. انا قالت لي ما جاياش، نسيب ولدها، قالت لي راه سد عليا مولاي الدار. واش كاين شي حد كيسد على شي حد؟ ما نكذبش عليكم، راه قلت لها والله كو عرفتها فين كاينه، الا ما نمشي ندير فضيحه اللي هي ولهذوك اللي عندهم اللي شادينا.
واش مقابله مرا مريضه تجيب لي انا المرض هنايا؟ بغيوني ولا قالها تبغيوني بهاد الهضره هاد؟ راه راسي غادي تفرقع عليا. انا قلت الله اكبر. خايف النفس شويه اصاحبي. شويه عليك الشريك راك غادي تفرقع. الا بغيتوني نمرض بالسكر ولا القلب الله اعلم. هادشي اللي باغيت. هادشي اللي باغاها السيده. وعلاش ما تفارقوش؟ ما بغى دابا قالت لك نولو من عيونه يا جهدك جريه يلا اش غدير؟ هادي تبقى عندي فاتيقه هادي ملي ولات تقول لك مالي كاين انا واش شريت كيما حل سير دبر على راسك كيما حل الله الزواج حل الطلاق انا ماشي على هادشي انا اللي كنطلب شنو كطلب واش بغيتيها ترجع للمحله اما تشد معايا الطريق ولا تبعد تاخذ دير معايا اللازم الله يعاوننا ويعاونك وكلشي طريقه بلا ضرب بلا جرح بلا هادي بلا هادي هادشي اللي كنطلب منكم انا شحال بينكم وبينها من عام الشريف فاش خديتيها شحال كان بيناتكم ديال الفرق راه ما كاينش عام بهادشي اللي حسبتي دابا قلت 24 عام قولي عام باش حملت شحال بينكم وبين هاد الفرق شحال في بينك وبين هاد الفرق ديال الاعوام انت زايد فاش زايد انت انا 52 انت زايد 52 هي 71 بيناتكم 21 سنه وانت ما كنتوم فاهمين انا ما عرفتش انا حتى خليتها خدمتها استاذ عخليتها خدمت كانت كاري عندي واحد المراه في بلاصه هذيك السيده الله يرحم يدك الله يرحم يدك بدات تطلب الوالدة قالت لي خليها تمشي قالت لي نتعاون معاه شوف هكا قلت لها ساهل سير بقات شويه سيدات تقلبت شويه ركلت شويه ولات شاده جوج حمام من هذا لهذا كانت تخدم نهار وتريح نهار كانت تخدم نهار وتريح نهار في الحمام اه دابا تلاقيت مع واحد السيده اخرى صاحبتها راك عارفه العيالات كان شدو حمام اخر خدامه في الحي الفاتح وحمام اخر في الزوبير قلت له هادشي راه مش معقول ديري نهار ريحي فيه صبني لينا حوايجنا ونضحكو مع بعضياتنا قالت لي ما كاش كتعطيني لا لا دخلني عليك بالله دابا حكمو توما انا اللي غنقول هو هذا شنو بغيتي دابا شنو بغيتي اللي باغي انا اما تجي دير معايا قانون قرب الميكرو الوالد قرب اما تقرب تريح كما كانت العاده الاولى ديالها ولا تفارق معايا خلات الوليد الصغير هنا شحال عنده اه هو راك شتيه راك سولتوه من الحد ويغاب والحد اليوم هاي الجمعه اليوم اش بقى السبت الحد هي 8 ايام 8 ايام ما عارف عليها حتى حاجه والله ما عارف حاجه ما كون قالت لي بن كاينه ما تخاصمتو ما ضربتو اسمع لا لا غير هضر معنا انت غير هضر والله ما كاين خصومه بربي واش المرا ملي ما تفرش لك فراشك ولا تغطيك ولا تغسل لك رجلك تجيب لك الماء لرجليك باقا عاد دايره في بالك تجي تلوح ليا الحويجه دير معايا وقفه تشوف المحل صافي واخا حنا غنشوفو غير كمل لينا الوالد غير كمل بلا من